سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم ارزقنا تلاوة كتابك الكريم على الوجه الذي يرضيك عنا، واهدنا به سبل السلام، وأخرجنا به من الظلمات إلى النور، واجعله حجة لنا لا عليها يا رب العالمين. اللهم ارفع لنا به الدرجات، وأنقذنا به من الدركات، وكفر عنا به السيئات، واغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولأقربائنا ولأصدقائنا ولمشائخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا أهل القرآن أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أهل القرآن أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أهل القرآن أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا محيطا بالليالي والأيام، نسألك اللهم يا أرحم الراحمين، يا دار المستجيرين، ويا أمان الخائفين، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وأبداننا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه، ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك حبك وحبا يقربنا إلى حبك، اللهم إنا نسألك حبك وحبا يقربنا إلى حبك. يا سميع الدعاء اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، ارزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم استر العيوب واغفر الذنوب وارحم الآباء والأمهات. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، لا تشمت بنا الأعداء ولا تجعلنا مع القوم الظالمين، ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنك قلت وقولك هو الحق واسأل الله من فضله فنسألك اللهم يا ربنا خالقنا رازقنا مالكنا مجيب دعوتنا نسألك من فضلك الكريم الواسع وقلت يا ربنا وقولك هو الحق ادعوني ووعدتنا بالإجابة بقولك أستجب لكم أستجب دعاءنا يا ربنا ولا تردنا خائبين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وحجنا وزكاتنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا وذكرنا ودعاءنا إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم تب علينا يا ربنا تب علينا يا ربنا فإنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر الإسلام والمسلمين أعز الإسلام والمسلمين أصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل كلمتهم واحدة يا رب العالمين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين شتت شملهم وحرب ديارهم وعجل لهم عقوبتك يا رب العالمين اللهم بارك لنا في هذا الشهر المبارك ويسر لنا أعمال الخير في خواتمها ووفقنا لما تحب وترضى وأعتق رقاب المسلمين جميعا من النار اللهم أصلح العباد والبلاد وآمنا في أوطاننا وارفع عنا الغلاء والوباء وارفع عنا الغلاء والوباء والزنا والسرقة
والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اجعل أمورنا الدين والدنيا سهلا، اجعل أمورنا الدين والدنيا سهلا. نور اللهم قلوبنا بالقرآن وبالعبادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. لك الحمد بقيام الليل، لك الحمد بوصولنا آخر شهر رمضان، لك الحمد بالذكر والدعاء، لك الحمد بالصيام، لك الحمد بالصلاة، لك الحمد بالزكاة، لك الحمد بالحج، لك الحمد بالإسلام والإيمان، لك الحمد بكل ما أنعمت علينا من نعمك الظاهرة والباطنة. لك الحمد يا ربنا ولك الشكر يا إلهنا. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم ارزقنا تلاوة كتابك الكريم على الوجه الذي يرضيك عنا، واهدنا به سبل السلام، وأخرجنا به من الظلمات إلى النور، واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم ارفع لنا به الدرجات، وأنقذنا به من الدركات، وكفر عنا به السيئات، واغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولأقربائنا ولأصدقائنا ولمشائخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا أهل القرآن أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا أهل القرآن أهلك وخاصتك. اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا محيطا بالليالي والأيام، نسألك اللهم يا أرحم الراحمين، يا جار المستجيرين، ويا أمان الخائفين، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وأبداننا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم يا فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة النظر إلى وجهك، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
وسلم في جنات النعيم. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مضروبا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى وزيادة، اللهم اجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى وزيادة، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك، وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك حبك وحبا يقربنا إلى حبك، يا سميع الدعاء اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، ارزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا. اللهم استر العيوب، اللهم استر العيوب، واغفر الذنوب، وارحم الآباء والأمهات. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، لا تشمت بنا الأعداء ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية، اللهم إنا نسألك الصحة والعافية، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتهول عافيتك وجميع سخطك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك الإسلام. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ارزقنا القبول والإخلاص، اللهم ارزقنا القبول والإخلاص، اللهم ارزقنا القبول والإخلاص. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. اللهم اجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا من الذين يأمرون بالمعروف
وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله ويؤمنون بالملائكة ويؤمنون بالرسل ويؤمنون بالكتب ويؤمنون باليوم الآخر ويقيمون الصلاة ويؤدون الحج ويطيعون الله ورسوله واجعلنا اللهم من الصالحين واجعلنا اللهم من الصالحين اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم اشرح صدورنا للإسلام ويسر لنا أمورنا وأطلق ألسنتنا يا رب العالمين اللهم نجنا من شر الكافرين ونجنا من شر المنافقين ونجنا من شر الفاسقين ونجنا من شر الساحرين ونجنا من شر المشعوذين ونجنا من شر الحاقدين الحاسدين ونجنا من كل ذي شر شره يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالإسلام اللهم نور قلوبنا بالإيمان اللهم نور قلوبنا بالإحسان اللهم نور قلوبنا بالقرآن الكريم يا رب العالمين اللهم إنك قلت وقولك هو الحق واسأل الله من فضله فنسألك اللهم يا ربنا خالقنا رازقنا مالكنا مجيب دعائنا نسألك اللهم من فضلك الدنيا والآخرة ورحيمهما ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ولذة النظر إلى وجهك ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مضروبا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى وزيادة اللهم اجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى وزيادة اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك وبفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك حبك وحبا يقربنا إلى حبك يا سميع الدعاء اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه ارزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا اللهم استر العيوب اللهم استر العيوب واغفر الذنوب
وارحم الآباء والأمهات. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، لا تشمت بنا الأعداء ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية، اللهم إنا نسألك الصحة والعافية، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتهول عافيتك وجميع سخطك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك الإسلام. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ارزقنا القبول والإخلاص، اللهم ارزقنا القبول والإخلاص، اللهم ارزقنا القبول والإخلاص. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. اللهم اجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله ويؤمنون بالملائكة ويؤمنون بالرسل ويؤمنون بالكتب ويؤمنون باليوم الآخر ويقيمون الصلاة ويؤدون الحج ويطيعون الله ورسوله. واجعلنا اللهم من الصالحين، واجعلنا اللهم من الصالحين. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم اشرح صدورنا للإسلام، ويسر لنا أمورنا، وأغلق ألسنتنا يا رب العالمين. اللهم نجنا من شر الكافرين، ونجنا من شر المنافقين، ونجنا من شر الفاسقين، ونجنا من شر الساحرين، ونجنا من شر المشعوذين، ونجنا من شر الحاقدين الحاسدين، ونجنا من كل ذي شر شره يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالإسلام، اللهم نور قلوبنا بالإيمان، اللهم نور قلوبنا بالإحسان، اللهم نور قلوبنا بالقرآن الكريم يا رب العالمين. اللهم إنك قلت وقولك هو الحق، واسأل الله من فضله. فنسألك اللهم يا ربنا
خالقنا رازقنا مالكنا مجيب دعائنا نسألك اللهم من فضلك الكريم الواسع نسألك من فضلك الكريم الواسع وقلت يا إلهي ربي ربي خالقي رازقي في قرآنك الكريم ادعوني ادعوني إن الذين يستكبرون عن عبادتي فيدخلون جهنم داخرين فندعوك يا ربنا ووعدتنا بالإجابة بقولك أستجب لكم فاستجب دعاءنا يا رب العالمين ولا تردنا خائبين ولا تردنا خائبين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا اللهم أصلح أنفسنا وأصلح والدينا وأصلح أزواجنا وأصلح أولادنا وأصلح علماءنا وأصلح شيوخنا وأصلح شبابنا وأصلح رجالنا وأصلح نساءنا وأصلح أمراءنا وأصلح أعمالنا وقلوبنا يا رب العالمين اللهم ولي أمورنا أخيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأبدلهم خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد واغسلهم بالثلج والماء والبرد اللهم أحسن لنا الختام اللهم أحسن لنا الختام اللهم أحسن لنا ختام هذا الشهر المبارك ووفقنا لما تحب وترضى وحبب إلينا الإيمان وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم وفقنا لاتباع الهدى وجنبنا سبب الهلاك والشقاء واجعل لنا هذا الشهر في خير وبركة
وأعنا فيه على طاعتك، وجنبنا طرق معصيتك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم شتت شملهم وقرب ديارهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي شيشان وفي العالم كله. اللهم عجل لهم فرجك يا رب العالمين. اللهم لا نملك لهم، اللهم لا نملك لهم إلا هذا الدعاء، فاستجب دعاءنا وانصرهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على قيام الليل والخشوع في الصلاة وحفظ كتابك الكريم وإتقانه وتدبره والعمل به يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أصلح العباد والبلاد، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أرسل السماء علينا مدرارا، اللهم أسقنا الغيث ولا تهلكنا بالسنين، اللهم أسقنا الغيث ولا تهلكنا بالسنين، وعجل لنا فرجك يا رب العالمين. اللهم إننا ضعفاء فارحمنا، اللهم إننا ضعفاء فارحمنا، اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا لا ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت.
مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وارفع درجاتنا وبيض وجوهنا. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. لك الحمد بقيام الليل لك الحمد بقيام الليل لك الحمد بالصيام لك الحمد بالصلاة لك الحمد بالزكاة لك الحمد بالحج لك الحمد بالتوحيد والإسلام والإيمان. لك الحمد بالدعاء لك الحمد بالذكر لك الحمد بكل ما أنعمت علينا من نعمك الظاهرة والباطنة. لك الحمد يا ربنا ولك الشكر يا إلهنا. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم ارزقنا تلاوة كتابك الكريم على الوجه الذي يرضيك عنا واهدنا به سبل السلام وأخرجنا به من الظلمات إلى النور واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم ارفع لنا به الدرجات وكفر عنا به السيئات وأنقذنا به من الدركات. واغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولأقربائنا ولأصدقائنا ولمشائخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن العظيم لنا هدى وشفاء ونجاة من كل سوء وعقاب اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتدع ونعيما لا ينفدع وقرة عين لا تنقطع ولذة النظر إلى وجهك ومرافقة نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى وزيادة. اللهم اجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى وزيادة. اللهم اجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى وزيادة. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مضروبا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا كاشف يا فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم شرح صدورنا للإسلام، اللهم شرح صدورنا للإسلام، ويسر لنا أمورنا، ويسر لنا أمورنا، وأغلق ألسنتنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤدون الحج ويطيعون الله ورسوله. واجعلنا اللهم من الصالحين، واجعلنا اللهم من الصالحين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك الإسلام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، ارزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة
وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثق الموازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا واغفر خطيئاتنا. ونسألك العلا من الجنة يا رب العالمين. ونسألك العلا من الجنة يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأبدلهم خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلهم بالثلج والماء والبرد. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم أصلح أنفسنا وأصلح والدينا وأصلح أزواجنا وأصلح أولادنا وأصلح علماءنا وأصلح أمراءنا وأصلح شيوخنا وأصلح شبابنا وأصلح رجالنا وأصلح نساءنا وأصلح أعمالنا وقلوبنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا القبول والإخلاص. اللهم ارزقنا القبول والإخلاص. اللهم ارزقنا القبول والإخلاص. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم وفقنا لاتباع الهدى. اللهم وفقنا لاتباع الهدى وجنبنا سبب الهلاك والشقاء. وجنبنا سبب الهلاك والشقاء. واجعل لنا هذا الشهر في خير وبركة.